التونسي يعد من آلات الطواجن المغربية إذ يمتاز بمذاق لذيذ ومكونات صحية ومفيدة، وهذا الشيء اللي غادي تكلمنا عليه سي نبيل العياش اليوم. صباح النور سي نبيل. صباح الخير سميرة. صباح الخير عزيز عليك. سنتر طاجين سوسي وغدا جميعا. أكيد فربما من أجمل الأطباق، من آلات الأطباق، تعتبر بين الاطباق ربما المشهوره في الصعيد العالمي فيما يخص الاكل المغربي. ملي تجيو نشوفوا غذائيا وصحيا القيمه الغذائيه ديالو هي اكبر بكثير من الانواع الاخرى ديال الطهي، وهذه ربما مساله اللي كنا تحدثنا عليها، وغنرجع حتى لمساله اخرى اللي تحدثنا عليها فيما يخص العلاقه ولا المقارنه ما بين الطبق الكامل والطبق المتوازن. فالطاجين المغربي تقريبا تجمع ما بيناتهم بجوج، وحنا كنا عطينا امثله ديال بعض الاطباق اللي هي اما تتكون كامله اما تتكون متوازنه، ولكن الطاجين المغربي وخصوصا الطاجين السوسي هو تجمع بيناتهم جوج، وغادي نشرح علاش. يعني ملي تجيو نشوفوا هذا الطاجين السوسي اشنو فيه، الا بغينا نبداو من برا مثلا، فعامر خضره على حسب الخضره ديال الموسم، وتلقاو كميه قليله مقارنه مع الكميه ديال الخضره ديال اللحم. وتنشوفوا كيفاش تنبداو التناول ديال الطاجين كذلك، فتنبداو ما تنبداوش باللحم، تنبداو بالخضره، وهذيك اللحم تتبقى هي الاخر، بعكس الاستهلاك ديال بعض الاطباق الاجنبيه اللي للاسف صبحت منتشره الان، اللي ربما ملي تيتحط الطبق تتكون كميه ديال اللحم كبر من الكميه ديال الخضره، وربما غنبداو باللحم قبل ما نبداو الخضره. المشكل اللي كاين اشنا هو؟ الا ما تبعناش الطاجين المغربي، حيت الطاجين اكيد اننا تناكلوه بالخبز، وبالتالي تيكون عندنا النشويات اللي جايه من الخبز باش نهضر على التوازن الغذائي، تيكون عندنا البروتينات الحيوانيه اللي كاينه في اللحم والدهنيات ديالو، بالاضافه للاملاح المعدنيه والفيتامينات والالياف الغذائيه اللي كاينه غير في هذيك الخضره. اشنو تدير هذيك الالياف الغذائيه؟ هو ان ذاك الدهنيات اللي غادي تجي من بعد في هذيك اللحم تتمصها لان فيها الالياف وغتخرجها على برا. الان علاش الترتيب مهم فيما يخص التناول ديال هذا النوع ديال الاطباق؟ لان ملي تنعرفوا ان اللحم مثلا غني بالبروتينات، والبروتينات الهضم ديالها يتم يا اما على مستوى المعده او لا وتكمل على مستوى الامعاء. مثلا ملي تنهضروا على النشويات الخبز مثلا، فالهضم ديالها تبدا على مستوى الفم، ملي تنديروا طريف الخبز في فمنا فتيذوب، ولكن درنا طريف اللحم في فمنا واخا يبقى حتى 3 سنين ما غيبقى عليه حتى شي حاجه. علاش؟ لان ما كاينش هناك انزيمات اللي تقوم بهضم ديال هذوك البروتينات، فالهضم تبدا على مستوى المعده. فنتخيلوا ان بدينا باللحم هو الاول، وبالتالي فاللحم باش يتهضم على مستوى المعده خاصو الوقت، يعني اي حاجه جات من بعد غتسنى، خاصها تسنى حتى يدوز اللحم، لان المعده هي وبالتالي غتخمر، وبالتالي غيوقع مشكل ديال عسر في الهضم، غيوقع مشكل ديال التخمر. يعني اوليو باش تسنى واحد الكميه ديال 50 غرام تتولي خصك تسنى واحد الكميه ربما ديال 700 غرام ولا كيلو ديال الماكله اللي غتاكل في الهضم. فمين تنخليو اللحم هو الاخر، فتناخذوا النشويات تتبدا على مستوى الفم تتكمل من بعد. الخضر ما فيهاش بزاف ديال الطاقه، وبالتالي تدوز دغيا، فيها الياف خشبيه فيتامينات املاح معدنيه، ما فيهاش لا كميه قليله من السكريات في بعض الخضر، وبالتالي فتبقى اللحم هو الاخر، المعده تتولي خاويه من موراه ما كاين حتى شي حاجه. يعني ما غيبقاش مشكل ليه. يعني تتفرغ ليه اولا، تتركز معاه ثانيا، الهضم تيدوز بسرعه، وما تيبقاش ذاك الاحساس بالتخمه وذاك الاحساس بالانتفاخ، لان تخصك المعده تتبقى تتسنى كامل حتى تدوز حاجه بحاجه. قلتي السر او الحكمه في الطاجين السوسي ماشي غير في يعني في الانواع ديال المكونات اللي فيه، بل كذلك في المقدار ديالها. نعم. قلتي بان الخضره خاصها تكون اكثر من اللحم. انا نقول لك علاش. علاش؟ من تجيو نشوفوا النصائح ديال منظمه الصحه العالميه فيما يخص الاحتياجات ديال الجسم ديالنا، الاحتياجات اللي تجي مقارنه مع الاستعمال ديالنا ديال كل مكون غذائي. حنا غنشوفوا غير ثلاثه اللي تنعرفهم اللي تعرفهم كلهم، البروتينات والسكريات والدهنيات. فالاحتياجات الاولى ديالنا 50 حتى 55% من الاحتياجات اليوميه تتمشي للسكريات، فيها النشويات وفيها السكريات السريعه. الاحتياجات الثانيه الكل غيظن بان البروتينات الوغ كلا الدهنيات، 30 حتى 35% ديال الدهنيات، تتبقى نسبه قليله جدا مقارنه مع النسب الاخرى ديال البروتينات في اليوم، 12 حتى 15% ديال نسبه البروتينات اللي خصها ندخلها للجسم ديالنا. فملي تجيو نشوفوا الكميه ديال اللحم، لانها تعتبر مصدر مهم للبروتينات، ماشي هو المصدر الوحيد، راه الخبز هو فيه البروتينات، ولكن المصدر المهم اللي غادي يجيب لي هذيك البروتينات تنديرو في العادات الغذائيه المغربيه، انا داك الطريف ديال اللحم تيكون في وسط الطبسيل وتنتقاسموه كاملين، يعني ما تيكونش عندك زياده. علاش؟ لان الزياده في البروتينات ديال اللحوم هي الزياده في سموم ازوطيه اللي تقدر الاكثار منها يقدر ياثر على مستوى الكبد، ويقدر ياثر على مستوى الكلى، ويقدر ياثر على مستوى الخليه الدماغيه، تهضر على الاكثار.
الا كثر منهم، ويقدر يعطينا امراض بحال المشكل ديال لاكوت مثلا. فالناس اللي تيعانيو من المشكل ديال الكبد ولا المشكل ديال الكلي تيقدر يكون عندهم هذا الخطر هذا، وتقدر يكون عندهم هذا المشكل. وبالتالي فالاستهلاك ديال الاطباق المغربيه سواء في طريقه الطهي ديالها سواء في الطريقه كيفاش نبداو الاستهلاك ديال الطبق، هذه مساله اللي هي صحيه 100% ومساله اللي هي غذائيه 100%. ملي تجيو تشوفوا حتى المرقه، يعني الطاجين المغربي مثلا، الطاجين السوسي اللي تيطيب على الفخار ولا تيطيب على واحد الفودو، يعني واحد العافيه تتكون مهيله كما تنقولوا، فهذيك العافيه اللي تتكون مهيله اشنو تدير؟ عمرها ما تتوصل انها تتقتل لنا الفيتامينات كاملين، ما تتقتلوش كاملين، وهذه هضر كنا هضرنا عليها فاش هضرنا السر. كذلك يمكن حتى في الماده اللي تيتسطى عليها الطاجين، الطين، لان الطين الاصل ديال الانسان، فمن خلقناكم والى نعيدكم ومن نخرجكم تاره اخرى. فنعم، فقلنا ان بعكس ما ملي تنطيبوا مثلا في بعض الاواني الاخرى، مثلا ملي تنطيبوا في التيفلون ولا ملي تنطيبوا في الالومنيوم ولا ملي تنطيبوا في بعض الاواني اللي تتكون هذيك المواد تتمشي لهذيك الغذاء. ملي تنهضروا بطبيعه الحال على الطاجين فما خاصوش يكون فيه الفيغني، هذه المساله اللي هضرنا عليها، وتبقى المرق دائما لان تناكد عليه في اي طريقه ديال الطهي، وخصوصا في الطاجين ان ما نخليوهش حتى ينشف، يبقى واحد شويه ديال المرق، لان هذاك المرق هو كل شيء داس فيه هذيك الاملاح المعدنيه، وكنا شرنا لها كل داس هذاك المرق اللي خاصنا اننا نستهلكوه. وبالتالي فالاستهلاك ديال الطاجين السوسي بالخضره ديالو بشويه ديال اللحم، الا خصوصا الا كان ديال اللحمه، لان ماشي ضروري نستهلك. انا قلت لك الاحتياجات ديالنا من البروتينات هي احتياجات قليله مقارنه مع الاحتياجات ديال النشويات والاحتياجات ديال الدهنيات. وبالتالي فالكميه القليله هي كميه كافيه. نتناولوا بالخبز ماشي مساله اللي هي مضره، لان كاين دابا الان اللي ولات تتناول الطاجين بلا خبز، سوا ديزون بان هذاك الطريب ديال الخبز ديك 50 غرام ولا ديك 100 غرام ديال الخبز هي اللي غادي تغلط، في حين ان حط حدا ربما قرعه المناضه ومن بعد ساعتين غياخذ واحد ملفاي، وتنتهموا دائما هذاك الطريف ديال الخبز. فبالعكس خاصنا ناخذوا هذاك الطاجين ديالنا بالخبز باش يمكننا نستافدوا اكثر من هذيك الفيتامينات اللي كاينه في هذيك المريقه. افكتيما واضح. شكرا لك سي نبيل العياش.